بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم في هذا البرنامج العلاج بالجلسات الكهربائية، لذا سوف نقوم بزيارة لقسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر. النشأة الأولى للعلاج الكهربائي أو العلاج بالجلسات الكهربائية في الأمراض النفسية بترجع إلى عام 1933 تقريبا. كان في طبيب نفسي هنغاري اسمه ميدونا، كان عنده مرضى كتير عندهم أمراض طويلة البقاء، فقسمهم إلى مرضى الفصام ومرضى الصرع، وكان عنده اعتقاد بأن مريض الفصام لا يصاب بالصرع ومريض الصرع لا يصاب بالفصام. فكانت النتيجة ان هو قال اذا ممكن ان احنا نعطي المرضى الفصام نوبة صرعية، وابتدأ بالفعل يستعمل الكافور في محلول زيتي ويحقنه في العضل لمرضى الفصام، فتحدث لهم تشنجات، وذهل ان المرضى تحسنوا بعد ما حصلت هذه التشنجات. عيب الكافور المحلول الزيتي في الحقن في العضل ان الدور التشنجي او الصرعي يحدث بعد فتره تفاوت كبير جدا بين مريض ومريض، على ما يبقى يمتص المحلول الزيتي هذا من العضلات ويصل الى الدوره الدمويه ثم المخ بتركيز كافي، بتختلف اختلاف كبير. فكانت الخطوه اللي بعد كده انهم استخدموا منبهات عامة للمخ عن طريق الحقن بالوريد، ودي كان تأثيرها عاجل جدا، تقريبا بمجرد الانتهاء من الحقن تحدث نوبة صرعية مثل استخدام البيكروتوكسين أو المترازول، فأصبح إحداث النوبة الصرعية يتم بطريقة كيميائية ممكن التنبؤ والتحكم في موعد حدوثها. في سنة 1937 في طبيب نفسي اسمه سيرلتي ومعه مهندس كهربائي اسمه بيني، الاثنين من إيطاليا، صمموا جهاز يعطي الجلسات الكهربائية التي تحدث التشنج بطريقة بسيطة وسهلة وليس فيها أي ألم أو وخز بإبر أو أي شيء، وتحدث النوبة التشنجية فورا عند مرور التيار الكهربي في المخ. وبعد ذلك تم تطوير وتحوير التيار الكهربي في نوعيته وفي مدته لكي لا تحدث آثار جانبية. فطبعا إذا كانت العضلات مرتخية ارتخاء جيد لا يحدث هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن والحديث يدور حول الجلسات الكهربائية أو الإي سي تي إلكتروكونفالسيف ثيرابي لبعض المرضى النفسيين أو العقليين، والتي يأمر بها الطبيب المختص في هذا العلاج. بالواقع بدأت الإي سي تي في قطر في الستينات، حيث كان أول طبيب ولم يكن أخصائي نفسي في ذاك الوقت بدأ في العلاج بالإضافة للعلاجات الأخرى، وكانت تعطى في ذاك الوقت بطريقة بدائية في الستينات، وحتى كما أذكر أنها أعطيت بدون مخدر أو أي أو تخدير، إلى أن في بداية 1971 وصل إلى الدوحة أستاذ البروفيسور محمد فخر الإسلام المعروف عالميا وعربيا بالنسبة للأمراض النفسية، والحقيقة كان أول شخص يفكر في تطوير هذا العلاج إلى ما وصل عليه الآن. فبدأت الجلسات الكهربائية تعطى للمرضى الذين يوصف لهم هذا العلاج بطريقة فنية وبطريقة التخدير واسترخاء العضلات وما شابه ذلك، حتى لا يشعر المريض بأي شيء.
هناك طبعا هيئة تمريض متخصصة لهذا النوع من العمل بالإضافة إلى أعمالهم الأخرى إلى عنايتهم التمريضية الأخرى وعنايتهم العلاجية. فمتى أمر الطبيب المختص في إجراء أو بوصفة الإي سي تي أو الكهرباء جلسة كهرباء للمريض، هؤلاء الفتيات والشباب الممرضين والممرضات المختصين يقوموا بالتحضير اللازم لدور إعطاء هذا العلاج الذي سبق ذكره. وطبعا هناك أشياء روتينية وأشياء يعرفها المختصين من هيئة التمريض يطبقوها حرفيا ولا ينسوا بها شيء. فهناك أشياء ترتب للمريض قبل أن يأتي لغرفة العلاج، وهناك أشياء وعنايات خلال العلاج، وهناك عنايات مستمرة نسميها بوست كير أيضا بعد العلاج. وهيئة التمريض طبعا المختصين أدرى بكثير وهم على علم وعلى دراية كافية وكاملة في العناية بمرضاهم بهذا النوع. وتستعمل الجلسات العلاج بالكهرباء في الحالات الآتية: 1- حالات الاكتئاب الحادة الشديدة والتي تتميز بالرغبة الشديدة في الانتحار مع فقدان الشهية وانخفاض في الوزن. 2- حالات الفصام الكتاتوني الذي يحدث فيه تخشب لعضلات الجسم ويصبح المريض كتمثال من الشمع. 3- حالات ذهان ما بعد الولادة الذي تعاني فيه السيدة من أعراض اكتئابية أو أعراض الهوس أو أعراض الفصام، شريطة أن تأتي هذه الأعراض بعد الولادة. وقد تستعمل هذه الجلسات أيضا لعلاج بعض حالات التهيج الشديدة أو حالات الصرع، غير أن استعمال الجلسات في مثل هذه الأحوال يكون نادرا جدا. ويلزم أن نعرف الآن ما هي الإجراءات التحضيرية لجلسة العلاج الكهربائية. أولا، تحضير الملف. 1- نتأكد من صحة أوامر الطبيب من ناحية إذا كان العلاج بالجلسة الكهربائية أحادية أم ثنائية. 2- التأكد من أن طلب العلاج بالجلسة الكهربائية موقع من قبل الاستشاري. 3- التأكد من توقيع المريض أو ولي أمره على استمارة الموافقة على إجراء العلاج بالجلسات الكهربائية، وإذا تعذر ذلك يجب توقيع هذه الاستمارة من قبل طبيبين من الأطباء النفسيين. 4- التأكد من أن الفحص الجسماني قد تم عمله للمريض وأنه لا يوجد عنده موانع لاستعمال الجلسات الكهربائية. 5- التأكد من وجود كذلك نتائج الأشعة والتحاليل اللازمة في الملف. 6- التأكد من خلو المريض من أي نوع من الحساسية. 7- التأكد من وجود استمارة ملاحظة التخدير وملاحظة الإفاقة بالملف. 8- يجب تسجيل كل أنواع العقاقير التي أعطيت للمريض قبل الجلسة. 2- تحضير المريض. 1- نشرح إجراءات العلاج بالجلسات الكهربائية للمريض والإجابة على كل أسئلته بهذا الخصوص. 2- طمأنة المريض بأنه سيكون تحت تأثير التخدير ولن يشعر بأي ألم وأنها عملية سهلة وآمنة. 3- نشرح للمريض أن هناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة مثل النسيان وعدم القدرة على التركيز لمدة ساعات قليلة بعد الجلسة الكهربائية. 4- منع المريض من تناول أي أطعمة أو أشربة قبل جلسة العلاج ب6 إلى 8 ساعات، والتنبيه عليه أن يصوم صيام رمضان. وأهمية ذلك ترجع إلى أن نوبة التشنج التي تحدثها جلسات العلاج الكهربائية تؤدي إلى انقباض شديد في عضلات المعدة، والذي قد يؤدي إلى القيء، وهذا بالتالي يؤدي إلى الاختناق. 5- تسجيل كل القياسات الحيوية مثل الضغط والنبض والتنفس والحرارة. 6- توجيه المريض إلى تفريغ المثانة. 7- يجب أن تكون ملابس المريض واسعة فضفاضة
مع إزالة أي أشياء معدنية أو أسنان صناعية. 8. إعطاء المريض العقاقير التحضيرية حسب طلب طبيب التخدير. 9. يجب إعطاء المريض حقنة عضل أتروبين بجرعة 6/10 ميلي جرام من ربع إلى نصف ساعة قبل الجلسة. 3. تحضير الأدوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية تحضير الأدوات للعلاج بالجلسة الكهربائية هي عملية دقيقة ولكنها سهلة. يجب التأكد من سلامة وفعالية جميع الأدوات المستعملة في إعطاء العلاج بالجلسة الكهربائية. مثلا جهاز الاي سي تي، نتأكد من صلاحية الجهاز، هل هو يعمل أم لا يعمل؟ فحاليا الجهاز يعمل، والجهاز مؤشر على الاي سي تي والفولتج لغاية 6، ومن ثم جهاز الأكسجين، نتأكد بأن أسطوانة الأكسجين بها أكسجين وجاهزة للاستعمال، لأن الأكسجين عنصر مهم في عملية العلاج وعملية بوشت. لا ادفع ادفع هذيك قوة. أسطوانة الأكسجين بها أكسجين وتعمل بشكل جيد. نتأكد من أن جهاز الشفط أو السكشن ماشين صالح للاستعمال أم لا. الجهاز يعمل، وهناك بعض الأطباء يفضل استعمال الكاردياك مونيتر، له جهاز القلب والإي سي جي. في جهاز كمان مشان جهاز يراقب في الأكسجين، تركيز الأكسجين في الدم والنبض المريض أثناء عملية التخدير واليقظة. المواد المستعملة في المواد الطبية أو المواد التخدير التي تستعمل في تنويم المريض، نستعمل الأتروبين أولا حسب ما يعرف الطبيب مناسبا. يمكن في بعض الأطباء يفضلوا قبل نص ساعة، أطباء بفضل يعطوها استات أو دايركت أثناء تنويم المريض، وفي بعض الأطباء بيحكوا لنا قبل ربع ساعة. كل طبيب في له رأيه الخاص فيه. الأتروبين 0.6 ميلي جرام. في بيرتال صوديوم أو ميثوكسيتين صوديوم، بيرتال صوديوم هيبنوتيك، يستعمل شورت آكتنج هيبنوتيك، يستعمل لتنويم المريض. يحل بواسطة 50 مللتر من الماء المقطر، وهذه هي العلبة تستعمل خلال 24 ساعة. طبعا لما نحلها في 50 مللتر من الماء المقطر نأخذ منها 10 مللتر. ال 50 مللتر تعادل 500 ميلي جرام فيرتال. عندما نأخذ 10 ml كأننا نأخذ 100 ميلي جرام. في هذه الحالة تستعمل على الأقل من 4 إلى 5 حالات، ولكن أحيانا نستعمل حالة واحدة ونضطر لإلقائها لأنها لا تستعمل بعد 24 ساعة، وفي بعض الأطباء لغاية 48 ساعة، بس حسب التعليمات في خلال 24 ساعة. في الميدرين إنجكشن أو السكساميثونيوم، يستعمل لارتخاء عضلات الجسم بما فيها عضلات التنفس. فيها 2 ml تحتوي على 100 ميلي جرام، يعني كل واحد أمل في 50 ميلي جرام. بعض الأطباء يفضلوا تحليلها في الماء المقطر 50 ميلي جرام ميديرين مع 2 مع 5 سي سي ماء مقطر حتى تكون مخففة أكثر، لأنه أحيانا يعطوا 30 ميلي جرام أو يعطوا واحد أمل مخففة في 5 سي سي مية. وطبعا كل طبيب حسب رأيه. نتأكد من أن السرنج 10 سي سي لنأخذ فيه الفيرتال جاهز، ونكتب على السرنج أنه فيرتال 10 سي سي يكون 100 ميلي جرام، ونفس الإشي سرنج 5 سي سي 4 سي سي ديستيلد ووتر زائد 1 سي سي ميدرين، يعني 50 ميلي جرام ديلوتد إن 5 سي سي ووتر أو 4 سي سي ووتر. وكمان الأتروبين بنكون إما أعطيناه أو لسه
ننتظر طبيب التخدير حتى يعطيه، ومن ثم تكون الماء محلول مضاف إليه إلكترولايت سوليوشن لتوصيل الشحنات الكهربائية للمريض، مادة موصلة خصيصا. ونحن حسب رأينا وخبرتنا نفضل استعمال ملح الطعام للتوصيل، وذلك أفضل إذا افتقدنا هذه المادة. المهم هناك مادة للتوصيل. يجب أن يكون أيضا موجود كانولا من أجل وضع المواد التخدير إعطائها للمريض، أو سكال نيدل، كمان إيروي بعد التخدير على أساس التنفس، والكهول إسواب، وبالإضافة للباند إيت. هذا الإلكترود أو موصل التيار الكهربائي للمريض، في عندنا نوعين. نوع يستعمل بايلاترال، إحنا من بعد عملية كل استعمال بنحاول نفك كل الأدوات، لأن الاستعمال الطويل والمية تعمل راستنج وصدى للجهاز، فحفاظا على الجهاز وبقائه مدة أطول من فك الحدايد الحديد المستعمل. ومن ثم قبل عملية كل استعمال نوصلهم على أساس أنه ما يحصل راستنج كثير، وبالنهاية يؤدي إلى تلف الموصل. في طبعا هذا يستعمل لإعطاء الجلسة الكهربائية من الجانبين، جانبين رأس المريض من الجهتين. في الموصل آخر يستعمل من جهة واحدة من جانب واحد من الرأس، إذا كان المريض يكتب بيده اليمنى نعطيه الجهاز من الجهة اليسرى للمريض، والعكس صحيح. طبعا نكون قد تأكدنا من فعالية وسلامة هذه الأدوات. والآن نصل لوصف جلسة العلاج الكهربائية. 1. يجب أن تكون غرفة العلاج بعيدة عن غرف باقي المرضى حتى نتجنب القلق الذي قد يحدث. 2. وضع المريض على ظهره مع وضع خافض اللسان بين فكي المريض، لأن ذلك يمنع جرح اللسان أثناء نوبة التشنج. 3. يعطى المريض عقار التخدير في الوريد بينما يعطى العقار المرخي للعضلات في العضل، وذلك مباشرة قبل الجلسة، أي عندما يكون المريض نائم على منضدة العلاج. 4. تثبيت المريض في هذا الوضع والضغط على منطقتي الكتف والحوض وكذلك الفك السفلي. أغلب أدوية التخدير اللي بيكون كلها يعني تبقى مثبتة العضلة يعني. عيني تنفس 3-4 دقايق كده أكسجين بس عشان تنسيج الجسم تبقى بتشغل على الأكسجين بقدر الإمكان. 5. تعطى الجلسة عن طريق وضع أقطاب الجهاز المبللة بمحلول الملح على رأس المريض، ويمرر تيار كهربي من الجهاز بقوة 60-70 فولت، وذلك لمدة 20-30 ثانية. 6. عند حدوث نوبة التشنج تظهر في 4 مراحل.
أولا انقباض في كل عضلات الجسم، ثانيا انبساط لكل عضلات الجسم، ثالثا ارتجاف لعضلات الجسم، ويمكن ملاحظة هذا الارتجاف في أصابع المريض وخاصة السبابة والقدمين. رابعا استعادة الوعي والتنفس. سبعة، في الحال بعد انتهاء الجلسة يوضع مبسم بلاستيك للهواء في فم المريض ويعطى الأكسجين. ثمانية، يتم تشفيط لعاب المريض بجهاز التشفيط إذا لزم ذلك. تسعة، يجب الاستمرار في إعطاء الأكسجين إلى المريض حتى يستعيد تنفسه الطبيعي. اسمك ايه؟ كيف حالك؟ نطلب إذا كان المريض صاحي نطلب المساعدة أو نحمله بكل هدوء. على نفس الوضعية. ندير المريض على جنبه الأيمن حتى يكون بالجهة المقابلة لنا. عبد الرحمن خذ نفس. اوكي استند وسجل. نقيس العلامات الحيوية للمريض. الضغط قيس يا استاذ. نغطي المريض حتى نبقي على الدفء بالنسبة للمريض. نقيس ضغط الدم والنبض والتمبرتشر وتنفس المريض، أي جميع العلامات الحيوية حتى نتأكد من سلامة عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. وعندما يصحى المريض نلبسه اللباس الخاص به ونبلغ المريض من نحن حتى نبدأ مرحلة الوعي عند المريض، ومن ثم نبلغ المريض أين هو ومن هو، لأنه قد يحدث في بعد إعطاء العلاج بالجلسة الكهربائية بعض النسيان المؤقت ويكون في حالة من الكونفيوجن. نقيس العلامات الحيوية أيضا بشكل متواصل في وضعية النوم
كما كسناها، وفي وضعية الجلوس، وفي وضعية الوقوف، حتى نتأكد بأن هذه العلامات الحيوية جميعها ثابتة وبشكل جيد. وهناك بعض الملاحظات التي يجب أن نركز عليها خلال مراقبتنا للمريض، نود أن نذكرها، مثل حينما يقوم المريض من مكانه قد يحدث معه هبوط بالضغط المفاجئ، وهذا الهبوط يؤدي إلى السقوط. عبد الرحمن معلش تنزل، فنطلب من المريض أن يحرك قدميه بشكل جيد حتى تسري الدورة الدموية إلى كامل أجزاء جسمه، وكما أسلفت نكون تأكدنا بأن ضغط الدم ثابت في وضعية الجلوس، وضعية الوقوف، وضعية النوم، حتى إذا استند المريض ووقف على الأرض لا يحس بالضغوط المفاجئ ويفقد الوعي ويسقط على الأرض، وهذا من أجل سلامة المريض. ولقد كان في الماضي لا يمكن استعمال هذه الجلسات مع السيدات الحوامل أو مع المرضى كبار السن، ولكن هذا أصبح مسموحا به الآن. ولكن يبقى عدد من الحالات التي يجب فيها الامتناع عن استخدام الجلسات الكهربائية في العلاج، وهذه الحالات هي: 1- وجود ورم بالمخ الذي يؤدي بدوره لزيادة ارتفاع ضغط السائل النخاعي داخل الرأس، وعلى ذلك يصبح من الخطورة إحداث نوبة تشنج التي تؤدي لزيادة أخرى في هذا الضغط. 2- إذا كان المريض يعاني من ذبحة صدرية أو جلطة قلبية حديثة، وذلك لتحاشي ارتفاع ضغط الدم داخل الأوعية الدموية المغذية لعضلة القلب. 3- أمراض الجهاز التنفسي النشط، سواء كان ذلك مجرد إنفلونزا أو مرض مثل الدرن. 4- في حالات الكسور وخلع المفاصل الحديثة. 5- في حالات جلطة الأوردة العميقة. 6- في الحالات التي يكون فيها حساسية للتخدير أو العقاقير المرخية للعضلات، لأن هذا يمنع استخدامهما. وبهذا نصل لختام هذا البرنامج الذي أعطى صورة مبسطة عن العلاج بالجلسات الكهربائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.